نفط الشمال، وذلك بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي القاضي برفع وإزالة رموز النظام السابق. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابا لإزالة رموز النظام السابق في جميع المحافظات العراقية. وأوضح البيان أن جميع مكونات كركوك تشعر بالسعادة حينما تزال هذه الرموز لما تشكله من ذاكرة حزينة وأليمة أصابت أهالي كركوك الذين عانوا من الظلم والقهر والسياسات الهوجاء التي أضرت بالمجتمع الكركوكي. في شأن آخر، دعا الكاتب الأمريكي المعروف ديفيد أغناطيوس في مقال له